عاد للانضمام إلينا مرة أخرى من العاصمة بغداد عضو اتحاد طلبة بغداد الأستاذ أحمد عماد، أهلا بك من جديد. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ دعوتم كحركة طلابية في الحراك الثوري لثورة تشرين إلى مليونية، كيف كانت استجابة الطلبة لهذه الدعوة؟ البحث العلمي هدف الحشود الطلابية ضد الاستهداف الممنهج اللي تعرضه الطلبة والطالبات من قبل القبعات الزرقاء وتابع التيار الصدري يوم الثلاثاء الماضي، كذلك رفضا للقمع الوحشي اللي تعرض له الأحبة في النجف الأشرف من قبل الميليشيات المسلحة. كانت اليوم مسيرة حاشدة تهتف في حب الوطن، تعلن استمرارا لثورة تشرين الخالدة. كذلك هذا الحراك السلمي جزء مهم من مطالب ساحة التحرير وساحات الاحتجاج الأخرى لتحقيق المطالب المحتجين التي تطالب بتغيير النظام بصورة شاملة ابتداء بتعديل الدستور وانتهاء باختيار بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة تفرز عن طبقة سياسية حاكمة جديدة غير الأحزاب السياسية الحالية. طيب يعني هذه المطالب التي تكلمت عليها الآن، يعني هل وجدتم توافقا عليها بين الطلاب وباقي الثوار؟ الطلبة المحتجون متفقون على هذه المطالب، لدينا تواصل مع أغلب الطلبة في أغلب الكليات عبر مواقع التواصل عبر جروبات خاصة، وهذه آرائهم. الآن نحن اتفقنا على 10 مطالب متفق عليها جميع الطلاب وفي ساحات الاحتجاج، الكل يعلم أن الطبقة الطلابية هي طبقة يعني لها ثقة كبيرة من قبل جميع المحتجين وجميع الأطراف، لا أحد يشكل عليها، طبقة مستقلة، الكل يعلم باستقلاليتنا، الكل يعلم أنها طبقة يعني تطالب بالسلمية، تتخذ السلمية استمرار مواصلة الاحتجاج طريقا لها لتحقيق المطالب. لذلك الجميع متفق على المطالب التي ننادي بها ونرفعها بشعاراتنا، بهتافاتنا، بالبوسترات التي نحملها معنا. اليوم كانت مسيرة استثنائية لأنها جاءت بعد الاعتداء من قبل الميليشيات المسلحة وتابع التيار الصدري على الأحبة في النجف الأشرف. طيب الميليشيات ما زالت أو لا زالت تستهدف الناشطين والثوار في كل الساحات، ولم تكن المجزرة التي شهدتها النجف يوم أمس إلا دليل على ذلك، يعني أنتم كطلاب كيف تنظرون لهذه الاستهدافات؟ نحن أيضا نتعرض إلى تهديدات، نتعرض إلى اعتداءات، في الثلاثاء الماضي تم الاعتداء على الطالبات، على طالبة عراقية، ولكن نحن نواجهها بالصبر أولا، وثانيا بالثبات، نحن ثابتين في مواقفنا، ثابتين في مطالبنا. نواجه القتل، نواجه جهود سياسية وميليشياوية لا تتورط قتلنا. نحن نقول لا تخوفنا، لا تخيفنا قنابلكم المسيلة الدموع ولا رصاص قناصات، كيف تخيفنا التوفية مثلا؟ كيف تخيفنا العصي؟ كيف تخيفنا القبعات الزرقاء؟ نواجه نحن بالثبات، ثابتين في مطالبنا. كذلك اليوم كان زخم التظاهرات أكبر من السابق، لأن مجزرة النجف كانت روعة، كانت بشعة جدا، إذا نسكت عن هذه المجزرة ستحدث مجازر أخرى، لذلك نحن صامتين في مطالبنا، صامتين في ساحات الاحتجاج، في مواقعنا، في ساحة التحرير. اليوم نشهد أعداد قليلة، نشهد نشاط كبير، هناك مبادرات ستطلق.
عضو اتحاد طلبة بغداد أحمد عماد، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، ونعتذر سادة المشاهدين عن الخلل الذي حصل في بداية الاتصال، وذلك لسوء الاتصال قطع الاتصالات في العراق.